الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. الأحداث في تركيا دراماتيكية والتحليلات كثيرة. سأحاول في هذه الجلسة أن أسلط الضوء على بعض الأمور التي قد تكون خافية على المتابعين بشكل عام والمتخصصين في الشأن الكردي والتركي بشكل خاص. تناول يعني بيان حزب العمال الكردستاني، وبيان الجناح العسكري، وبيان الجناح السياسي المرخص في تركيا، مع بعض التعليقات المتعلقة بالموضوع. تابعتم سير الأحداث اللي سبقت الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة، وما قيل عن تفاهمات أو اتفاقات تجري خلف الأبواب المغلقة بين زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والاستخبارات التركية؟ وأتى ذلك الهجوم الإرهابي، ويعني كنا على يعني أو أغلب التحليلات كانت في ذلك الاتجاه، أنه هنالك جهات تحاول عرقلة المسعى السلمي أو التسوية السلمية، أو سموها ما شئتم، يعني تنازلات بصرف النظر عن التسمية. كل أصابع أو أغلب أصابع الاتهام اتجهت إلى جهتين متعارضتين شكلا لكن متفقتان ضمنا، وهي أطراف الدولة العميقة داخل تركيا وحزب العمال الكردستاني اللي يفترض أنه يقاتل ويعارض ويحارب الجيش التركي على مدى عقود. إجمالا، أنا ذكرت في الفيديو السابق احتمالات يعني أن يكون حزب العمال الكردستاني هو اللي يقف خلف الهجوم الإرهابي، ويعني ذكرت لماذا في هذا الخصوص. بإمكانكم أن ترجعوا للفيديو السابق، وسأذكر يعني سأنشر الرابط أسفل هذا الفيديو أيضا ليكون هنالك متابعة في هذا الخصوص. وذكرت أن الساعات أو الأيام القادمة كفيلة بإظهار المزيد من الحقائق والمعطيات التي تعزز هذه الفرضية والاحتمال، احتمال تورط حزب العمال الكردستاني. وأنا ما زلت عند تلك القناعة القابلة للطعن والأخذ والرد، وهي الخلاف المحتدم ما بين عبد الله أوجلان وما بين جميل بايك في جبال قنديل. المهم، يعني حزب العمال الكردستاني لم يصدر بيانا يتعلق بمسألة التفاهمات والتسويات، لكنه أصدر بيانا فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في أنقرة فورا. ضمن هذا البيان ذكر مسألة التسوية والتفاهمات ما بين العمال الكردستاني، وذكر أنه سأقرأ يعني النص، أنا قرأت النص الكردي وأظهرت لكم الترجمة العربية ومنشور في وكالة فرات نيوز التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي سأحاول الالتزام بحرفية النص. أنا معني بالترجمة ومضمون الترجمة، فسأحاول في هذا السياق أن أقرأ يعني منشيت العريض. منظومة المجتمع الكردستاني يعني حركتنا ستعتمد على العملية التي سيطورها القائد، العملية التي سيطورها
إذا من المانشيت واضح أنه العملية ليست عملية عبد الله أوجلان، إنما مطروحة على عبد الله أوجلان، وعبد الله أوجلان سيطورها. كيف سيطورها؟ ما هي إضافات أوجلان على هذه العملية؟ ووقوف يعني مثل البيان يفهم منه، من عنوانه ومن مضمونه، أنه ما يقوله عبد الله أوجلان في هذا الخصوص هو القول الفصل، هذا يعني في نص البيان. لكن ضمنا وعمليا أنا يعني أقول لا، هذا موضوع آخر، هذا بيان للرأي العام الكردي والرأي العام التركي والرأي العام العالمي على أنه حزب العمال الكردستاني وقيادة قنديل مع توجه الأوجلاني، مع نزع السلاح، مع كل النقاط الثلاث الرئيسة التي ذكرتها، ضم روجافا إلى تركيا وكردستان العراق، وإذا اقتطع جزء من كردستان إيران أيضا، يعني الكرد، المسألة الكردية ككل جغرافيا وبشريا وسياسيا يصبحون يعني داخل الإطار التركي السياسي الداخلي. هذه المسائل التي ذكرتها، حزب العمال الكردستاني في هذا البيان يقول سنقف، أو الحركة ستعتمد على العملية التي سيطورها القائد أبو المقصود عبد الله أوجلان. نص البيان، شو بيقول نص البيان؟ عقد اجتماع مع القائد أبو يوم الأربعاء في تشرين الأول، حيث تم تبادل رسائل مهمة أراد القائد إيصالها إلى الشعب. طبعا المقصود عمر أوجلان البرلماني عن حزب المساواة والديمقراطية دام بارتي، زار عمه عبد الله أوجلان بصفة عائلية، يعني مش بصفة رسمية. ومن تصريح عمر أوجلان أيضا واضح ذلك، أنه لم يكن موفدا من الحزب، حزبه موفد حزب الشعوب والديمقراطية دام بارتي، إنما ذهب بوصفه يعني يزور عمه في السجن. هذا نص بيان عمر أوجلان. هنا أيضا كلام آخر يقول أن هنالك اجتماع، لا يشير بيان حزب العمال الكردستاني إلى عمر أوجلان، إنما يعني يطفي على ذلك اللقاء الصفة الرسمية. عقد اجتماع مع القائد آبو يوم الأربعاء في تشرين الأول، حيث تم تبادل رسائل مهمة أراد القائد إيصالها إلى الشعب. يعتبر هذا اللقاء بعد 5 سنوات حدثا بالغ الأهمية. خلال الاجتماع تلقينا خلال الاجتماع أثناء الاجتماع تلقينا معلومات من القائد، يعني في زمن عقد الاجتماع تلقينا، واضح خلال الاجتماع وليس بعد الاجتماع. يعني لمن يعود إلى الترجمة العربية سأنشر الرابط، ربما حزب العمال الكردستاني يعدل من الصياغة، لكن أنا صورت فيديو يعني مشان إذا عبثوا بالترجمة العربية يكون شيء موثق. خلال الاجتماع فاصلة تلقينا معلومات من القائد مما أسعد شعبنا وأصدقائنا. إذا خلال الاجتماع يفهم من هذا النص جرى اتصال، يا اما مع عمر اوجلان وجبال قنديل، يا اما عبد الله اوجلان نفسه اتصل بشكل مباشر. النص هكذا، يعني لا يوجد، الموضوع مش قصيدة شعر خاضع للتأويلات والاجتهادات المتعلقة بالخيال، لا، واضح. خلال الاجتماع تلقينا معلومات من القائد مما أسعد شعبنا وأصدقائنا، ومع ذلك كما أكد القائد آبو لا تزال العزلة قائمة ولم ترفع بعد. طبعا حزب العمال الكردستاني دائما يتحجج بأن هنالك عزلة مفروضة على عبد الله أوجلان. في كثير من المقالات والمنشورات والفيديوهات ذكرت أنه هي أكذوبة وهي خرافة،
وأعتقد في موقع تلفزيون سوريا لي مقال بهذا الخصوص، أكذوبة الخرافة أو العزلة المفروضة على عبد الله أوجلان. سأحاول نشر الرابط أسفل هذا الفيديو أيضا. لماذا أقول أنه أكذوبة وخرافة؟ لأنه هنالك اتصالات، يعني لا يمكن أن نتحدث عن عزلة مع وجود اتصال ما بين آبو وقيادة الحزب في أوروبا، آبو ومظلوم عبدي، آبو وجميل بايك في جبال قنديل. ويعني هل أكذوبة يعني من وفود، يعني أشخاص لهم علاقة بالحزب الحاكم، لهم علاقة بالاستخبارات، بيروحوا بيجوا لعند عبد الله أوجلان. فقصة العزلة هذه إضافة، يعني هذه أكذوبة مضافة يعني من قبل حزب العمال الكردستاني، انه عبد الله اوجلان يقر بالعزلة المفروضة عليه، انه العزلة ما تزال يعني قائمة ولم ترفع حتى الآن. يعني البيان يستكمل يعني كعنوان فرعي: ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة للقادة. عمر اوجلان لما ذهب وصرح أن صحته يعني جيدة وهو في حالة صحة جيدة، يعني شو الشروط الصحية اللي هو أكثر من هيك؟ صار له 24 25 سنة تحت حماية ورعاية الدولة التركية، شو الشروط الصحية المخلة؟ يعني ما بيذكروا يعني في هذا الخصوص. ودائما يعني القضية الأساسية والرئيسية لحزب العمال الكردستاني، والبيان هذا يؤكد ذلك، مسألة الحالة الصحية والوضع الصحي لآبو. يعني شو بيصير بالشعب الكردي بالقضية ما لنا الاعتبار. الاعتبار الأول والأساس والرئيسي هو صحة وسلامة، يعني توفير شروط الصحة والسلامة للعمل للقائد أبو، أنه يوفروا له فرص وشروط صحية. يجب ضمان شروط وظروف الصحة والسلامة للعمل للقائد أبو، يعني الزلمة عم يشتغل، يتواصل مع الميت، يتواصل مع الاستخبارات، يتواصل مع الحكومة التركية، ويتواصل مع رفاقه. أكثر من هيك شو في الدولة التركية شو بدها تساوي لعبد الله أوجلان؟ فقد أكد القائد بوضوح استعداده لتحمل مسؤولياته التاريخية، مشيرا إلى أنه، هذا نص البيان، مشيرا إلى أنه إذا توافرت هذه الشروط فإنه سيلعب دورا حيويا في إيجاد حل سياسي ديمقراطي للمسألة الكردية. ينبغي على الجميع فهم هذا الموقف بشكل جيد، ويتعين على الذين ينادون بحل سلمي ويدعمونه أن يتبنوا النهج المناسب تجاه مواقف القائد أبو. طبعا القائد أبو يعني عبد الله أوجلان، الاسم الدلع، الاسم الحركي لعبد الله أوجلان أبو. الأتراك يعني يختزلون اسم عبد الله إلى أبو، لذا يعد إنشاء يعني الترجمة ركيكة كمان، يعد إنشاء ظروف الصحة والسلامة والعمل أمرا ضروريا وأساسيا. واضح يعني الوضع الصحي، أنه شروط السلامة، وصار انقلاب في تركيا، عبد الله أوجلان ما صار له شيء، 24 25 سنة عند أخواله الأتراك ما صار له شيء، بيأكدوا انه شرطا اساسيا وضروريا، امرا ضروريا واساسيا، الى ان يتم استيفاء شروط الصحه والسلامه، وعلى اساس انه مش موجوده شروط الصحه والسلامه. يعني لا يمكن تحديد شروط الحوار والمفاوضات العاجله مع القائد ابو. شوف يعني الصحه والسلامه لازم توفروها وقت ما فينا ندخل في حوار. يعني نعم نحن مع، لكن ببلشوا يضعوا العصي في العجلات، شروط الصحة والسلامة، إلى أن يتم استيفاء شروط الصحة والسلامة لا يمكن تحديد شروط الحوار والمفاوضات العاجلة مع القائد أبو. أبو اتخذ القرار ووصل إلى تفاهمات، وأبلغ جبال قنديل بذلك، وأبلغ قيادة الحزب في أوروبا، وأبلغ الجناح العلني
دم بارتي، ولسه هني عم يحكوا انه ما صار مفاوضات منتهية، الموضوع متعلق الآن قنديل تقبل أم لا، نعم أو لا. وفي مسألة يعني هون في تقديري، وأنا هذا رأيي، يعني دائما حزب العمال الكردستاني وجميل بايك يحاول أن يلقي بالمسؤولية على آبو. آبو أو أوجلان هو المخاطب، هو المعني، هو يعني إذا الحل إيجابي وليس جدل لآبو، إذا الحل سلبي أيضا آبو يتحمل المسؤولية. آبو أيضا في أسلوبه السابق والحالي لا يريد أن يتحمل المسؤولية كاملة، يريد أن يورط حزبه وقيادة الحزب وكل النخب وكل الأطراف في الحل اللي بيشوفه هو والاستخبارات التركية أنه يناسب القضية الكردية في تركيا. وبعدين يعني في نهاية الموضوع راح أحكي حول هذا الموضوع، يعني الفهم الأوجلاني لحل القضية الكردية في تركيا طبقا لما سرب وطبقا لما هو يعني موجود ووارد في أدبيات حزب العمال الكردستاني. من غير الصحيح أن يتوقع الناس من القائد آبو أن يلعب دوره الفعال دون تقييم الوضع بواقعية. تكرار لنفسي على الفكرة، الناس أن يتوقع الناس، مين الناس يعني لا، الحزب لا يعني يطرح نفسه يعني، بل يقدم منه الناس، أن يتوقع الناس من القائد آبو أن يلعب دوره الفعال دون تقييم الوضع بواقعية، على الرغم من أننا نرى أن اللقاء معه كان إيجابيا، إلا أنه من المهم أن ندرك أن عزلة القائد آبو لم ترفع بعد، كمان في تكرار للفكرة يعني، وكأنه هذا البيان فقط يقول أنه نحن مع عبد الله أوجلان ولسنا مسؤولين عن الهجوم الإرهابي اللي استهدف أنقرة، لأنه تكرار وحشو لا طائل منه يعني في النص الكردي اللي أنا قريته، والنص المترجم نفسه يعني مترجم عن الكردية. شو بيقول كمان البيان؟ العزلة لم ترفع ولا تزال تؤثر على قدرته في العمل. العزلة بيروح وبيرجع موضوع العزلة، ويعني على أساس الرجل مقيد اللسان ومقيد اليدين ومقيد العقل، ولم يصل إلى التفاهمات. وحزب العمال الكردستاني القنديلي مطلع على تفاصيل يعني حجم وكم التنازلات التي قدمها عبد الله أوجلان للسلطات التركية، لذلك حتى شوفوا تكرار، لذلك حتى يتم إزالة العزلة بشكل كامل وضمان صحة القائد وظروف عمله وسلامته، لا يمكن الحديث عن أي تقدم في العملية السياسية. يعني حزب العمال الكردستاني يشترط إنه الحكومة التركية تخرج أوجلان من السجن اللي هو يفترض سجن، وتضعه تحت الإقامة الجبرية، ويعني يكون هنالك تواصل مباشر بينه وبين قيادة الحزب وبينه وبين الصحفيين والرأي العام، وما يكون يعني الموضوع محصور بين فقط الجهات الأمنية تتواصل معه أو أسرته، يعني ابن عمه أو أخوه بيروحوا يزوروا، لا الموضوع لازم يكون على نطاق أوسع. هاد هو يعني لذلك تتم إزالة العزلة بشكل كامل وضمان صحة القائد وظروف عمله وسلامته، لا يمكن الحديث عن أي تقدم في العملية السياسية. العملية السياسية تمت وطبخت وطغيت، باقي بس أنتوا تاكلوها في قيادة قنديل بالمعلقة أو بالزور، وتلزموا الشعب الكردي في تركيا وخارج تركيا بهذا
هذا النموذج اللي يعني هذا اللي طلع مع عبد الله أوجلان مع الاستخبارات التركية. الموضوع ليس انه تقدم في العملية السياسية، لا لا، العملية السياسية تقدم. وإذا رفضتم، التفاهم هذا، وقتها سيكون لعبد الله أوجلان يعني موقفه الحاد والمنسجم تماما مع الحكومة التركية والدولة التركية ضد كل من يرفض هل التسوية هاي. تحقيق سلام خلال مخاطبة مع القادة، ولا كلام يعني قيل كثيرا، يعتبر التواصل مع القادة أبو خطوة أساسية نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية. يعني كلام مطروق ومكرر وممجوج، يعني كثير مستهلك. إن إمكانية تحقيق السلام في تركيا يرتبط بشكل مباشر بهذا التواصل. نفس الفكرة، نحن كحركة نؤمن بالتحول الديمقراطي في تركيا، نؤمن بأن التحول الديمقراطي في تركيا يعتمد على حل القضية الكردية. وبالمثل، فإن إيجاد حل القضية لهذه القضية يتطلب تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. يعني فسر الماء بالماء. إذا أردنا أن نعرف ماذا في بريطانيا، يجب أن نعرف ماذا في نيوزيلندا. إذا أردنا أن نعرف ماذا في البرازيل، يجب أن نعرف ماذا في إيطاليا. نفس القصة الحسني برازانية، يعني شوفوا الكلام، يعني ارجعوا عودوا يعني للترجمة العربية وراح تشوفوا يعني مدى مستوى. لقد عبرنا عن هذا الموقف في العديد من المناسبات، وأكدنا نحن وشعبنا أن القائد أبو هو المفتاح لحل المشكلة. ممتاز، هو المفتاح. إذا سكر عليكم بالحل لازم تقبلوا أي شكل من الحل. ينبغي لحزب العمال الكردستاني أن يقول نعم نقبل. طبعا شايفين الابول، قائد ابو هو المفتاح للحل. في السوشيال ميديا، في الاكس وفيسبوك وانستغرام، ظهر فيديو لجميل بايك بوضوح وباللغة التركية الفصيحة بيقول ابو ما له علاقة بموضوع نزع سلاح العمال الكردستاني، الحزب الهدف والدم بارتي ما له علاقة بهذا. طبعا الفيديو قديم لكن ينسجم مع واقع الحال لقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. في هذا البيان، ذلك الفيديو، حقيقة حزب العمال الكردستاني هو وموقفه وتناقضه مع عبد الله أوجلان. طبعا التناقض ليس لصالح القضية الكردية، ليس لصالح مطالب الأكراد، لا، لأنه أوجلان يريد أن يفرض عليهم الاستسلام وهم يعني يرفضون الاستسلام، وطالما يلقون دعما إيرانيا. هذا قولا واحدا في هذا الخصوص. ذلك الفيديو القديم مش بس يفند هذا البيان، لا، هو الذي يعبر عن حقيقة الحال في قيادة قنديل، قيادة حزب العمال الكردستاني. الفيديو موجود باللغة التركية، وأعتقد الكثير من الأصدقاء العرب أو الأكراد الذين يجيدون اللغة التركية شافوا هذا الفيديو على يعني قدمه، لكن المحتوى ما زال يعني يمثل لسان حال حزب العمال الكردستاني. المفتاح هون بيقول انه هو المفتاح. طيب اذا عبد الله اوجلان الصندوق اللي بيفتحه وقال لكم تفضلوا ادخلوا هذا الصندوق آمنين وقفل عليكم، ينبغي ان تقبلوا بهالموضوع. نؤكد مجددا على هذا النهج، نهج حزب العمال الكردي، ان الشعب الكردي بجميع مؤسساته وهياكله هو الذي سيبني العملية التي سيطورها القائد أبو. يمثل القائد أبو إرادة حركتنا وشعبنا. ممتاز ممتاز، وهو الشخص المعني والمفاوض لحل القضية الكردية بشكل ديمقراطي. ممتاز. أي تصريحات أخرى لاحقا تشي
بمعارضة حزب العمال الكردستاني، حاولوا أن تبرزوا له البيان وتقولوا أنتم في اليوم كذا وبعد العملية الإرهابية طالعتوا هذا البيان وذكرتوا هذا الكلام، طالبوهم بالالتزام بروح ونص هذا البيان. لا يوجد نهج أو موقف بديل في هذا الصدد، ما عندنا خيار. طبعا هذا الكلام يقوله حزب العمال الكردستاني لكل من يحاول أن يذكر أو يشير إلى وجود تناقض أو خلاف بين قيادة قنديل وإمبرالي. لا، هنالك خلاف، وخلاف شديد جدا، وخلاف لم يظهر للعلن، سيظهر للعلن. دائما يحاول حزب العمال الكردستاني التركيز على آبو آبو على أساس أنه ما في خلاف، والتجريد وحالة العزلة، يعني القضية المركزية والأساسية والوجودية لحزب العمال الكردستاني ومصير عبد الله أوجلان مش يعني شكلا صحيح، لكن ضمنا لا. صار جميل بايك هو ليس جميل بايك سنة 1992، ولا هو جميل بايك سنة 1999 عندما اعتقل إيجلان، وليس هو جميل بايك سنة 2003 2004 و2005 عندما انشق عثمان أوجلان والكتلة ويعني كتلة وازنة وقوية من حزب العمال الكردستاني، تبددت هذه الكتلة ولم يعد لها أي تأثير. مهم، جميل بايك حاليا ذكرتها يعني أكثر من مرة، ويعني حتى يرى نفسه ضمنا أعلى من أوجلان، لأنه هو الذي حافظ على بقاء التنظيم، على بقاء الحزب، مش عبد الله أوجلان الموجود في يعني سجنه في جزيرة إمرالي. نص البيان أيضا لكي يحاول أن يكون متوازن ويرضي الكرد السوريين أو مناطق روجافا أو كردستان سوريا، لأنه في الطرح الأوجلاني والتركي ضم هذه المناطق إلى تركيا، مثل ما جرى الحال في عفرين ورأس العين وتل أبيض. فشو بيقول البيان؟ إن ما حدث في أنقرة، يتحدث عن الجريمة أو الهجوم، يقال إن ما حدث في أنقرة قامت به حركتنا. يقال البيان هيك يقال، يعني هذا في نفي. إذا كانت قواتنا قد قامت بهذا الإجراء، فإن قوات الدفاع الشعبي هابجا أو اتش بي جي ستصدر البيان المناسب. حزب لا يعرف إذا إن كان يعني وفق نص البيان، وإنه مسألة الاحتمالات، إذا كنا يقال إنه نحن إذا كانت قواتنا قامت بهذا الإجراء مش الهجوم، الإجراء، فإن قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري سيصدر. طبعا المستحيل، لأنه أنا بعرف الحزب، مستحيل حزب العمال الكردستاني يعني أي عملية عسكرية بهذا الحجم بهذه الطريقة، ما يعني لا يمكن لجميل بايك أن يقنع لا أوجلان ولا الأتراك ولا أي حدا إنه ما حدث في أنقرة كان يعني دون علم التنظيم، دون أمر التنظيم، دون قرارات التنظيم. راح شوف أورجيكم هلا التناقضات ما بين هذا النص، حالة التخبط الموجودة في حزب العمال الكردستاني، ما بين هذا النص والبيان الذي صدر لاحقا من الجناح العسكري. شو بيقولوا؟ ركزوا وسجلوا العبارات، يعني لأنه راح أذكر فيها. إنما حدث في أنقرة، يقال إنما حدث في أنقرة
قامت به حركتنا إذا كانت قواتنا قد قامت بهذا الإجراء فإن قوات الدفاع الشعبي ستصدر البيان المناسب. ولكن رغم ذلك نؤكد أن هذا النشاط ليس له أي علاقة بالعملية التي يتم تطويرها الآن. يحاولون أن يفصلوا ما بين الهجوم، يعني طيب أنت ما بتعرف أنه هذا الهجوم قواتك اللي ساوته ولا لا، وبيجي بيأكد أنه هذا الهجوم في حال تأكيده ما له علاقة بالعملية السياسية والتفاهمات السياسية. مش دق السفين، مش فتاشة، مش استفزاز، مش نسف مساعي السلمية. طبعا هذا كذب، هذا كذب. وهالنقطة يعني بهاي الحيثية بهذه النقطة يتقاطع هذا البيان مع بيان الجناح العسكري انه هاي العملية خطط لها من زمان، من اسابيع، وهذه العملية مخطط لها وكانت يعني محتاجة الى التنفيذ، ونفذت هذه العملية في اليوم اللي كان عمر أجلان موجود عند عمه عبد الله أجلان، في نفس اليوم 23 أكتوبر. ومستحيل عمر أجلان يروح يزور عبد الله أجلان من دون الاتصال مع جبال القنديل وهي أنا رايح والترتيبات والتفاصيل، مستحيل. يعني الفكرة أتمنى أن تكون قد وصلت بوضوح. هذه العملية في هذا التوقيت رسالة، مش بس رسالة تفقأ الأعين من جميل بايك لعبد الله أجلان، ترى أنا بإمكاني في منتهى السهولة أنصف كل شيء، ما تشوف حالك يعني هيك عبد الله أجلان السابق، لا. فبيقول البيان شو بيقول، أنه رغم ذلك نؤكد أن هذا النشاط ليس له علاقة بالعملية التي يتم تطويرها، ونتيجة لهذا الإجراء تم استهداف مناطق في روجافا وشنغال ومناطق الدفاع، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. تم استهداف قرى ومدن روجافا دون أي تمييز، حيث تعرض المدنيون بشكل مباشر للهجمات، طالت منازلهم ومخازن الغذاء ومصادر المياه ومحطات الكهرباء وطاقة والسدود والمخابز وحتى المستشفيات. هذه الاعتداءات الوحشية أودت بحياة العديد من المدنيين، ولا يزال العديد من العدد الدقيق للضحايا مجهولا، كما أصيب العشرات بجروح خطيرة. إننا ندين بشدة هذه الهجمات البربرية. طبعا هو البيان لا يدين الهجمات الإرهابية، الهجم الإرهابي أو الهجوم الإرهابي في أنقرة، لا يدين، لكن يحاول أن يفصل ما بين هذا الهجوم والعملية السلمية والتي يطورها عبد الله أجلان. يعني مستوى الهبل والخبل والبلادي الموجود في هالنص، يعني ما بعرف كيف لا يطاق. إننا ندين بشدة هذه الهجمات، وأنا كمان أدين هذه الشدة، الهجمات على المرافق الخدمية والمرافق المدنية في روجافا وفي أي مكان، مثل يعني ما أدنت هجوم أنقرة الإرهابي، أدين هذه الهجمات التي استهدفت المرافق العامة أو المرافق الخدمية المدنية في شرق الفرات وفي روجافا، وأعتبره إرهاب دولي، إرهاب دولي. يعني هذا أيضا يستحق هل السلوك يستحق الإدانة؟ لكن لكي يكون الحزب متوازنا، أو أي شخص أو أي سياسي يكون منسجم ومتوازن في موقفه، ينبغي أن يدين العنف في الجهتين في الطرفين، يدين الإرهاب في الجهتين في الطرفين، وأنا أدين. مشان يعني ما حدا يجي ويزايد وكذا، لا من الأكراد ولا من العرب، موقفي واضح، أنا مع الضحايا وضد القتلة كائن من كانوا، أتراك عرب أكراد.
يعني أنا مع الضحية العربي ضد القاتل الكردي، أنا مع الضحية الكردي ضد القاتل العربي، أنا مع الضحية التركي إذا كان القاتل كرديا أو عربيا، مشان يكون الكلام واضح وصريح وجلي لكل من يريد أن يفهم. أكثر من هيك وضوح ما عندي يعني. إيه وشو كمان شو بيقول؟ يجب على شعبنا وأصدقائنا أن يعوا هذه الحقيقة. كل هي نقطة كمان مهمة، كل ما أنجزناه حتى اليوم هو فضل النضال المستمر. ترى يا صلاح الدين دمرتاش، لا تفكر حالك هيك أنت صرت صلاح الدين دمرتاش، نحن اللي ساويناك. ليلى زانا نحن اللي ساوينا، دم بارتي، الجناح مين كمان، صالح مسلم، مظلوم عبدي، نواف خليل، أجدر شيخو، كل هدلون السياسيين على إعلاميين على مثقفين، ترى بحياتكم ها ما تحلموا إنه أنتوا أصلا ثمرة نضالنا، نحن اللي سويناكم. يعني بهالمنطق يخاطب. يجب يعني الالزام والاجبار، يجب على شعبنا واصدقائنا ان يعوا هذه الحقيقه. كل ما انجزناه حتى هذا اليوم بفضل النضال المستمر، يقصد البندقيه، ان كل خطوه تقدمنا بها هي نتيجه لصمودنا وجهودنا. ترى ما فيكم تحمشونها جماعه جبال القنديل، هيك بيقولوا، بفضل صمودنا وجهودنا أنتم موجودين، فينا نقلب الطاولة عليكم كلكم ها. وفي المستقبل فإن أي انتصار أو تطور سنحققه سيكون بفضل هذا النضال ذاته. كل ما سيأتي لاحقا أيضا نحن اللي سويناه. هي زوجة وأسطوانة حزب العمال الكردستاني، الانتصار على داعش نحن، ما تحقق في روجافا نحن، فيدرالية كردستان العراق نحن، فوز مين فاز بكأس العالم في الدورة السابقة، حزب العمال الكردستاني هو اللي يقف من إنجازات حزب العمال الكردستاني، بطولة كأس أوروبا من إنجازات حزب العمال الكردستاني، اكتشاف شو مجرات أخرى من إنجازات نضال وجهود وصمود حزب العمال الكردستاني. هل وهم هذا؟ هنالك بعض الحمقى ضمن قواعد ونخب هذا الحزب يصدقون أن كل شيء مركز الكون، مركز المجرات، كل شيء له علاقة بصمود وتصدي حزب العمال بفضل النضال ذاته. علينا أن نتحلى بالوعي التاريخي ونواصل دفع مسيرة الكفاح. نحن نؤمن تماما بالحل الديمقراطي للمسألة الكردية ونسعى لحلها من خلال الحوار والمفاوضات. لقد جسدنا كحركة وشعب موقفنا وإرادتنا بكل وضوح في الاجتماعات الذي عقد رغم العزلة المشددة عبر القائد أبو بجلاء عن رؤيته للحل الديمقراطي، لكن العزلة عليه ما زالت مستمرة، ومن واجبنا تصعيد نضالنا لإنهاء هذه العزلة وتحقيق حريته الجسدية، وعلى شعبنا وأصدقائنا أن يواصلوا الكفاح على هذا الأساس الثابت. طبعا هذا البيان للاستهلاك الداخلي، وفيه شوية رسائل يعني موجهة لأوجلان، موجهة لكل من يقول لسلاح حزب العمال الكردستاني كفى، أنه كل ما يجري هو بفضل نضال وصمود هذا البندقية، يعني هكذا يعني تمجيد وأسطرة الكفاح والحرب، أنه نحن آباؤكم وأمهاتكم وأربابكم ومصاحفكم ومعتقداتكم وكل شيء نحن. بهذا المنطق بهذا الوعي يخاطب حزب العمال الكردستاني أنصاره والمحيطين به على هذا الأساس الثابت.
ما بيتغير. وعلى شعبنا وأصدقائنا أن يواصلوا الكفاح على هذا الأساس الثابت وفق منظور ورؤية حزب العمال الكردستاني لما هو موجود باعتباره ثمرة وإنجاز من إنجازات حزب العمال الكردستاني. هذا كان يعني مضمون وخلاصة البيان اللي يعني ينفي بشكل غير مباشر مسؤولية الحزب عن هجوم أنقرة، ويؤكد سعي الحزب للحل الديمقراطي، وأنه مع عبد الله أوجلان، وكيف يطور هذه العملية. هذا السطح تحت خلف الستار تحت الطاولة أشياء أخرى أعلمها، ويعلمها عبد الله أوجلان، ويعلمها من يعرف حقيقة جميل بايك ودوران كالكان، وحقيقة ارتهان حزب العمال الكردستاني حاليا للمشيئة والإرادة الإيراني. هذا كمان يعني البيان اللي صدر عن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، ويتبنى العملية الإرهابية ويمجدها ويعتبرها تاريخية. سأنشر الرابط أسفل هذا الفيديو، لن أخوض في تفاصيل الموضوع. طبعا نمي إلي قبل صدور هذا البيان أن هذه العملية جرى التخطيط لها يعني أكثر من شهر ونص، إن لم تكن شهرين. وفي البيان تلميح إلى أن هذه العملية منذ أسابيع، مخطط لها منذ أسابيع. والبنت المقاتلة يعني حسب ما تداوله الإعلام التركي والسوشيال ميديا، أنه كانت إحدى الكوادر القيادية في حزب المساواة والممثل في البرلمان التركي. هل هذا الحزب الجناح العانى لحزب العمال الكردستاني مليء بالعناصر المخابرات التركية، محامو أوجلان فريق الدفاع عن أوجلان أيضا لهم ارتباطات بالاستخبارات التركية. ف يعني هل المعلومات التي ظهرت أجبرت حزب المساواة دم بارتي إلى إظهار بيان أو نشر بيان يندد بهذه الجريمة في يومها، يعني في لحظتها، يعني لأنه تسربت معلومات وبيعرفوا، يعني هني في الداخل الحزب بيعرفوا مين اللي سوا مين اللي ما سوا يعني هاي العملية. بيان الجناح العسكري بما تضمنه هو أيضا يعني لا يربط هذا العمل بالتسوية والتفاهمات، ويؤكد ما أنا قلته في الفيديو السابق، أنه هذه العملية في العاصمة وتستهدف منشأة حيوية. بيان الجناح العسكري وكأنه
شاهد الفيديو تبع هوشانغ والأسباب اللي أنا سقتها وذكرتها وسردتها في الفيديو السابق، لماذا اتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء هذه الجريمة وهذا الهجوم. يعني ذكرت الأسباب التي دفعتني لقول، وأتى بيان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ليؤكد على ما ذهبت إليه في ذلك الفيديو، ويعني يتناقض مع البيان اللي أصدره الجناح أو القيادة العامة لحزب العمال الكردستاني. هل هذا ردود الأفعال التركية ذكرت يعني هي محل شجب وإداني، طالما تستهدف المدنيين، طالما تستهدف المرافق العامة، لكن ما يجي كل واحد لما أقول رأيي في حزب العمال الكردستاني يقول وماذا عن الهجمات التي استهدفت روجافا؟ هاي أنا أدين هذه الهجمات، وأنا ضد استهداف المدنيين في الكونغو أو في الأرجنتين، فما بالكم استهداف المدنيين في سوريا أو في المناطق الكردية في سوريا يعني. فما حدا يجي مسألة المزايدة في هالقصص هاي. نقطة أخرى يعني أنا أحلل مستندا على بعض المعطيات، وهذه التحليلات جزء منها يعني يظهر أنه صحيحة، وجزء منها قد يكون يعني فيها يعني نسبة من الخطأ، هذا وارد. أنا مش يعني كاشف عني الغطاء ويعني أقرأ في الغيب، لا، أنا أحلل، وأحلل بناء على دراية بحزب العمال الكردستاني وميكانيزمات قيادة هذا الحزب وسيكولوجية التعامل مع الجناح المدني مع الجناح العسكري ضمن هذا الحزب. يعني أنا عندما أقول فكرة معينة أو رأي معين حيال هذه التجربة تستند على أرضية صلبة من التجربة، من الخبرة، من القراءات، من المتابعة، من الدراية والإلمام بهذا الملف. كما ذكرت لكم أنه هذا بيان حزب المساواة والشعوب، يعني عندهم أزمة في انتقاء الأسماء. يعني حزب العمال الكردستاني عشرات الأسماء للأحزاب، الواحد ما عاد يعرف يحفظ هاي المسميات، لكن العقلية واحدة، أسماء لا حصر لها لكن العقلية هي يعني الدوغمائية هي نفسها. يعني البيان يندد بهاي الهجوم على أنقرة، الهجوم يعني على مؤسسة توساش المعنية بالمسيرات والطيران، ويعتبرها انه البيان يعتبر انه هذا الهجوم يعني لا يخدم السلام وكذا وكذا، والمناهضين للعملية السلمية واللي بيرفضوا العملية السلمية هم يعني من يقفون وراء هذه العملية. طبعا هذا البيان وبيان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني أيضا هنالك تناقض، أنه البيان يعتبر الهجوم هذا ويندد بهذا الهجوم ويعتبره ضد العملية السلمية، الجناح العسكري بيقول لا، ما له علاقة، هذا الهجوم يعني كان مخطط له منذ أسابيع، مخطط له منذ أسابيع، لكن أنت بتشوف في أحداث في وفد رأي الفعل عند عبد الله أوجلان، يعني مش كبسة زر فورا تبطل هاي العملية،
مش انه العملية خرجت عن السيطرة وهدلون المقاتلين راحوا ونفذوا ورتبوا كل هالتفاصيل كلياتها من دون تلقي الأوامر. لا، إذا كانت هذه العملية خارج السيطرة ينبغي أن يحاسب المسؤول عنها، مسؤول تنظيم حزب العمال الكردستاني في أنقرة أو في تركيا ينبغي أن يحال التحقيق. سأتي على مثال من يعني في هذا الخصوص. في شهر أيار 1993 كان في نوع من المفاوضات والتواصل بين حزب العمال الكردستاني عندما كان عبد الله أوجلان موجود في دمشق، والرئيس التركي الراحل ترقوت أوزال، والوسيط كان جلال طالباني. القيادي في حزب العمال الكردستاني شمدين ساكك موجود حاليا في سجن تركيا، محكوم بالمؤبد. ماذا فعل شمدين ساكك؟ طبعا مش شمدين ساكك بشكل مباشر، قيادي عسكري آخر تحت إدارة شمدين ساكك أسر 35-36 جندي تركي يعني في الخدمة الإلزامية جايين من الإجازة غير مسلحين، أخذهم إلى منطقة بعيدة عن مكان الأسر والاعتقال وأبادوا. من أصل 35 قتل 33، واحد أو اثنين نجوا بأعجوبة من المزرعة. طبعا شمدين ساكك في الإفادات قال أنه أنا تلقيت الأوامر من عبد الله أوجلان وهو في دمشق. عبد الله أوجلان عندما اعتقل قال لا، أنا ما لم أصدر له، هي أرجانا كونو دولة عميقة وهي ما بعرف شو، مش أنا اللي سويت. طبعا عبد الله أوجلان يكذب. لماذا يكذب عبد الله أوجلان؟ عبد الله أوجلان كذب كثيرا وما زال يكذب وسيبقى يكذب. عبد الله أوجلان، جلال طالباني طلب من عبد الله أوجلان إصدار بيان صحفي يندد بهذه المجزرة، أنه يا عبد الله أوجلان نحن هلا في مفاوضات وصلت يعني لمرحلة جيدة مقبولة، ندد تبرأ من هالجريمة وحاول أن تحاسب هذا القيادي الميداني أمام الرأي العام لكي يعرف الأتراك ويعرف ترقوت أوزال أنه في نية صادقة، يعني أو الدولة التركية وقتها ترقوت أوزال جرى تصفيته، يعني في 17 نيسان 93 قتل ترقوت أوزال مسموما، والمجزرة هاي جرت في 24 أو 25 أيار 93، يعني في يعني غضون شهر شهر وشوي بعد مقتل ترقوت أوزال مسموما. قيل انه أزمة قلبية لكن مش صحيح. فجلال طالباني طلب من عبد الله أوجلان إصدار بيان استنكار وتبرع من هذه الجريمة، أبو لم يفعل. ماذا يعني قام يعني الإجراءات التي قام بأبو؟ استدعى شمدين ساكك وأخضعه لتحقيق داخلي ونقد ذاتي، 33 جندي قتل وحكموا عليه بالإعدام على أساس يعني عملوا له محاكمة. وبعدين أبو بر يعني شو بره، لا ألغى الحكم، ألغى حكم الإعدام. هيك كان بيساوي عبد الله أوجلان، الحزب حكم عليك بالإعدام وأنا برأتك، أنت مدين بحياتك لي. فبيصير بهذه الطريقة يخلق العبيد عبد الله أوجلان بطريقة يعني فيها كثير من يعني انه الحزب، المؤسسات الحزبيه حاكمتك وقررت وسطرت حكم الاعدام في حقك، لكن انا انقذتك يا شمدين ساكك يا جميل بايك يا دوران كالكان يا كل هؤلاء ضمن المؤسسات الحزبيه سطرت في حقهم محاكمات بالاعدام، والقائد العظيم المفضع عبد الله اوجلان يعني لنمهلهم فرصه اخرى، وكان يشتري ولاءاتهم وزمامهم بهذه الطريقة. يعني عبد الله أوجلان لم يصدر أي بيان شجب وإدانة
بتلك الجريمة البشعة، ويعني العملية السلمية ب93 يعني كان يفترض أن تتكلل بالنجاح لو أنه أبو كان متجاوب. أبو ما كان متجاوب لأنه النظام السوري ما بده حل سلمي للقضية الكردية في تركيا. جميل بايك حاليا ليس متجاوبا، هو متجاوب شكلا في البيانات لكن عمليا هو غير متجاوب، يعني لأنه الإرادة الإيرانية القرار الإيراني ضد أي تسوية سلمية داخل تركيا. فهذا البيان، بيان حزب المساواة دم بارتي، يعني روح البيان يعتبر الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ضد الحل وضد العملية العسكرية، نوع من يعني من التناقض طبعا الحزب أصدر بيان ثاني، شوفوا البيان. حزب المساواة والديمقراطية أيضا يعني لكي يخلق نوع من التوازن انتقد السلطات التركية على الحل العسكري والعنفي والهجوم على روجافا والمؤسسات الخدمية والكهرباء والمي والمخابز والتفاصيل. أصدر بيان كنوع من يعني رفع العتب، يعني أنه نحن انتقدنا من اقترف جريمة هجوم أنقرة، وانتقدنا الدولة التركية التي هاجمت مواقع حزب العمال الكردستاني وقسد في كردستان العراق وفي روجافا ومناطق شرق الفرات، على أنه يعني العنف يعني يستجلب العنف والدم يستدر الدم وهكذا، يعني كنوع من الإدانة. طبعا هذا كمان رفع عطب. في هذا الخصوص في مسألة الاستفافات، ليلى زانا وسابقا ذكرت صلاح الدين دمرتاش أظهروا مواقفهم أنهم يصطفون خلف عبد الله أوجلان، وربما نشهد لاحقا أيضا بيانات في هذا الخصوص، يعني كنوع من التأييد لعبد الله أوجلان وفك الارتباط غير المباشر مع جميل بايك، أو يعني الولاء لأوجلان على حساب سحب الولاء من جميل بايك وجبال قنديل. قبل أشهر أعتقد في شهر حزيران سجلت مع الصديق الصحفي والكاتب السوري غسان ياسين بودكاست مطول باللغة العربية طبعا، وسأنشر أسفل هذا الفيديو رابط البودكاست. ذكرت فيه أمور كثيرة تتعلق بالملف الكردي، ووجهت نداء للرئيس التركي أنه بإمكانه أن يحل هذه القضية يعني بشكل أحادي الجانب بدون المفاوضات مع عبد الله أوجلان، بدون
الجبال قنديل، إصلاحات دستورية، مرونة، توسيع الهامش الديمقراطي، الحريات العامة، الاعتراف بالأكراد بالأرمن بالعرب في الدستور التركي، يعني تقليل الحمولة العنصرية القومية في الإعلام التركي وفي المؤسسات التركية. يعني بإمكانكم العودة للبودكاست بعدها، يعني في 5 أغسطس 24 2024 نشرت مقال في صحيفة العربي الجديد بعنوان، يعني المقال بعنوان تركيا والعمال الكردستاني إلى أين. أيضا سأنشر يعني رابط هذا المقال أسفل الفيديو، بإمكانكم العودة للمقال يعني تعرف على الأفكار اللي طرحت فيه. ذكرت في نهاية المقال إن تركيا، يعني سأذكر بالحرف، يعني إن تركيا بحكومتها الحالية ورئيسها الحالي بإمكانها حل المسألة الكردية في تركيا التي اعترف أردوغان نفسه بوجودها، وأنه سيحلها منذ 2005 في ديyarbakır. نعم، بإمكان أردوغان الحل عبر اتخاذ قرارات سياسية جادة وإجراء بعض الإصلاحات الدستورية التي تعترف بمكونات الشعب التركي عرب، كرد، أرمن، سريان، وتصون تضمن حقوق هذه الشعوب في الدولة ومؤسساتها. يعني إجراءات أحادية الجانب بمعزل عن مسرحيات التفاوض مع عمال الكردستاني في قنديل أو إمرالي أو أي عاصمة أوروبية. حلا أحادي الجانب سيجنب تركيا المزيد من الهدر في الدماء والأموال، ويسحب البساطة من تحت أقدام العمال الكردستاني بشكل نهائي. وإذا كانت خاتمة الحملة العسكرية المرتقبة، عم بحكي عن احتمالات حملة عسكرية على الجماعة الأوجلانية في كردستان العراق خطة سياسية للحل من المذكور، ولا يحرج الحكومة والدولة التركيتين نهائيا، فسيلقى ذلك ترحيبا دوليا، وربما من قطاعات واسعة تضررت من الجماعة الأوجلانية وسلوكياتها الفاشية وتسلطها على رقاب الكرد وممارستها الديماغوجية والتضليل والعزف على الغرائز واستدرار عواطف الشارع الكردي بالشعارات البراقة والمزيفة. تفاصيل المقال راح تشوفوه. مقصدي هنالك، يعني سأكرر الكلام ما قلته في الفيديو السابق، هنالك مخطط تركي أو خطة تركية لاحتواء وضم الأكراد. يبدو أن تركيا تنبهت إلى وجود رغبة أمريكية لتشكيل كيان كردي، والأمريكيين إذا يعني قرروا فعل شيء سيفرضونه على الأتراك أيضا يعني. وبالتالي لجأت تركيا إلى وضع مخططات، يعني لنقل يعني خطة خمسية على امتداد 5 سنوات. سابقا ذكرت هذه المسائل، وأتى الباحث الكردي عبد الرحمن سماوي في حديثه مع قناة رضاوي الكردية اللي يعطي بعض التفاصيل حول هذا الموضوع. ويعني ذكرت أنه ضم المناطق الكردية والأكراد مع الاعتراف الدستوري بهم وبحقوقهم ومطالبهم، ويعني تفكيك الفيدرالية في كردستان العراق أو في كردستان إيران محتملا، ويصبح يعني وفق التصور التركي والتصور الأوجلاني لحل المسألة الكردية في تركيا بمسألة الاندماج والقصص هاي، بلا حكم ذاتي، بلا فيدرالية، بلا دولة مستقلة، قبل يعني أن يأخذ المشروع الأمريكي أو يدخل المشروع الأمريكي حيز التنفيذ
تركيا تبادر عبر عبد الله أوجلان. طبعا عبد الله أوجلان في حدود 72 73 سنة يعني، وما راح يعيش أكثر من هيك، وصار له يعني إن مات في السجن سيتحول إلى بطل، وهو لا يستحق أن يكون بطل يعني. لكن تركيا تحاول الآن عبر عبد الله أوجلان فرض هذا النموذج، النموذج الأوجلاني للحل. النموذج الأوجلاني للحل شو هو يعني؟ يعني مناهضة الحقوق القومية، الاعتراف بوجود الأكراد مع سلب الأكراد حقهم في تقرير مصيرهم. يعني أن تعترف بالأكراد في الدستور وأن تقول حرام على هذا الشعب أنه يكون عنده حكم ذاتي أو دولة فيدرالية أو إقليم فيدرالي داخل دولة فيدرالية هي تركيا مثلا. فمن هالقصص الطرح المناهض للحقوق القومية للكرد المنصوص عليها في القوانين الدولية بوصف الأكراد شعب. كل هذه التفاصيل على مراحل سيصار إلى تفعيلها، وحزب العمال الكردستاني يعني سيلحق طوعا أو كرها، حزب العمال الكردستاني جناح جميل بايك سيلحق بهذه العملية، أما يقبل ب يعني كرها أو يعني يصار إلى نسفه والمتبقي منه يدخل ينخرط في هاي العملية هاي. هذا التصور هو أقرب إلى التصور العثماني عندما كانت يعني عندما منح العثمانيون صلاحيات واسعة للولايات الكردية جنوب يعني في مناطق كردستان، وكان عراب هذا الأمر الشيخ إدريس البتليسي بحكم يعني وزنه الديني ضمن القبائل الكردية والعشائر الأكراد. هكذا ضمن العثمانيون ولاء الأكراد ووقوفهم إلى جانبهم في معركة شالدران ضد الصفويين، وهزموا الصفويين في 1514 بعد 500 سنة وشوي، 500 سنة وعشرة أو هيك شيء، أنتوا حسبوها يعني من 1514 حتى الآن قديش يعني 500 سنة، بعد مضي خمسة قرون ونايف. يبدو لي أنه السلطان العثماني الجديد رجب طيب أردوغان بحاجة إلى شخصية إدريس البتليسي جديد وبيمثله عبد الله أوجلان. في حال وصل هذا المشروع إلى يعني تحقيق لنقل يعني قدر لا بأس به، ربما لا يحقق كل الطموحات التركية، يعني تركيا تطمح إلى ضم الموصل وكركوك وتحقيق الميثاق الملي التركي بضم كل هذه المناطق وكردستان العراق أيضا يعني، وإذا قدرت على ضم أجزاء من إيران من كردستان إيران فيعني خير على خير. والمناطق الكردية تركيا ضمت عفرين ورأس العين وتل أبيض، بقي كوباني ومناطق الجزيرة وشرق الفرات، هذا أيضا يعني سيصار إلى ضمها. هذا المشروع، هذا الطرح النيو عثماني حامله يعني سيسجل لرجب طيب أردوغان هذه التوسعة العظيمة يعني في منطقة الشرق الأوسط، وإن تحقق وأصبح الكرد يعني عامل قوة وازنة مضافة إلى الجمهورية التركية، لا أعلم هل يعني يفترض لإدريس البتليسي المعاصر أن ينظر إلى تلك الحقبة ويقول أنه أضعف الإيمان الأكراد ضمن الجمهورية التركية المستقبلية أن يتمتعوا بالفيدرالية كما كان حال يعني الإمارة المروانية والإمارة الرواندوز والإمارات الكردية التي كانت في حالة يعني شبه استقلال شبه ذاتي ضمن الجسد العثماني. مش يسعى عبد الله أوجلان إلى إذابة الكرد في بوتقة مشوهة يقول عنها
الأمة ديمقراطية وما بعرف شو من هاي الفزلكات. أنا مع الحل، حل يضمن حقوق العرب في تركيا قبل حقوق الأكراد، وحقوق الأكراد قبل حقوق الأرمن، الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية. أنا لا يمكنني أن أناهض، أنا أعترف بهذه الحقوق، ولكن فيما يتعلق يعني لا يشيطن عبد الله أوجلان حقوق الأكراد، يقول هي حقوق ويحترمها، لكن مثلا يقول أنه المرحلة الحالية لا يمكن للأكراد، ولا يمكن حتى للوعي التركي أن يستوعب أنه أن يكون للأكراد حكم ذاتي أو فيدرالي داخل تركيا. الإنصاف والأخلاق يعني تلك المعايير التي أنادي بها، أتمنى أن تكون هي بوصلة عبد الله أوجلان إذا أراد لنفسه أن يكون يعني إدريس بدليسي معاصر. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي في وسنلتقي يعني في ملفات أخرى تتعلق بالشأن الكردي داخل تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط. جزيل الشكر على حسن الاستماع وطولة البال، على أمل أن نلتقي قريبا جدا. دمتم بخير.